جديد اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الرفيسه بواحد الطريقه زوينه وسهله وبسيطه وصحيه. اول حاجه غنصاوب المسمن او الخبز ديال الرفيسه بدقيق الشوفان. غنبدا على بركه الله. هاد الفرينه هذه هي باش تصايبوا طورطات وتصايبوا بها الحلوه، كتكون في سوبر مارشي بالنسبه للبنات اللي هنا في ايطاليا. نكتفي بهذه الكميه هذه. غنزيد شويه ديال الملحه وعندي هنا الماء دافي. غنبقى نزيد الماء شويه بشويه ونجمع في العجينه. غنعجنو بحال المسمن عادي. غنجمعوا العجينه كامله وغنخدموها شويه مزيان ونخليوها ترتاح. المهم تعجن مزيان بحال المسمن، غير تكون شي شويه قاصحه، ما نديروهاش جاريه بزاف، تكون مهم بين وبين. المهم بعد ما نخدموا هاد العجينه مزيان غادي نجمعها بحال هكا، غنغطيها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح، ومن بعد عاد باش نخدمها. خلع على جنب المهم غنبدا معكم على بركه الله المرق ديال الفيسه. عندي هنايا الدجاج و شويه ديال السمن، معلقه صغيره ديال السمن، شويه تاع سكينجبير، البزار، شويه ديال الخرقوم، واحد جوج عواد ديال القرفه صغيورين ماشي كبار. عندي هنايا بسيبيسه وجوج طماط ديال زعفران، لحقاش ما بقاش عندي زعفران الحر، الا كان عندكم ديروه. هنايا عندي شويه ديال الحلبه وشويه ديال حب رشاد وخدنجان. هنا عندي شويه ديال الفول وشويه ديال العدس. هذا الخيط هذا غنربط به الدجاج من بعد. وهنايا شويه ديال راس الحانوت غنحتاجوه من بعد، شويه الزيت البلديه والبصله، وهنايا فصوصه ديال الثومه. عندي الثومه ها هي ودجاجه. غندوز على بركه الله طريقه التحضير. غادي ندهن هاد الدجاجة بالثومة مزيان. درت فيها الملحة وغادي نربطها. الطريقة المهم انا غنزيد، درت الدجاجه بعد ما دهنتها بالثومه، زدت عليها شويه تاع الماء، ها هما دوك الفصوصه تاع الثومه اللي عندنا، وغنزيد التوابل كاملين. غنزيد الحلبه وسكينجبير، الحلبه حب رشاد، وهنايا البصله.
وهنايا دي الفول ولادس صافي، ما غنحتاجوش نقليوه ما والو. غنزيد الماء يكون غليان وغنسد عليه ومن بعد غنرجع معاكم. بعد ما ارتاحت العجينه دهنوا شويه بالزيت دير كوارات على هذا الشكل، هذا بحال مسمن عادي اللي كنديرو كاملين، سواء هاد الرفيسه ديروها بدقيق الشوفان ولا باي نوع تاع الدقيق عندكم. كندير الزيت البلديه الوسط ديال المسمنه وكان باشتو المرق ديال التريد ديالنا يكون على هذا الشكل هذا. دابا غادي نسقيه، ها هو المسمن كيما شفتوا، هذا هو المسمن اللي صاوبنا من بعد ما سخنته. كانت هذا المسمن هذا كيجي زوين بزاف لذيذ وصحي، كنتمنى هذه الفكره هذه تنال اعجابكم. المهم غادي نسقيوه دابا، كنتمنى انكم تجربوه، راه كيجي لذيذ بزاف بهذه الطريقه هذه. واحد الدقيق هذا دقيق الشوفان هو كما كنعرفوا دقيق صحي وزوين بزاف. غنسقي التريد وغنرجع معكم باش تشوفوا الطبق النهائي. شفتوا معايا هذا هو الشكل النهائي تاع التريد، تيجي زوين بزاف وكيجي لذيذ وصحي. كنتمنى هاد الفكره ديال اليوم تنال اعجابكم. كنشكركم بزاف، مع السلامه.